اه تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب نبتدي. احنا هنتكلم النهارده، هنبتدي من النهارده يعني لغايه يعني انتوا خدتوها في اول بعد الترانز، يعني انتوا خدتوا بعد الترانز الفريمز العاديه اللي هي قريبه شويه لفهمك. انت عارف الكاميرا كويس قوي، الفريم ما هو الا كاميرا كبيره شويه طويله يعني سكانها كبير شويه، فابتدى يحصل فيها تريننج اكشن على الاطراف اللي احنا كنا قبل كده بنهمله، او كنا حتى لو بنحتاجه بنطلع رقم صغير جدا دلوقتي. فبالعكس بقى الميجر تريننج اكشن عند الاطراف بتاعت الفريم معلش يا دلوقتي دكتور، بدل ما نعم معلش يا دكتور الصوت مكتوم خالص. بس يا دكتور انا ما عملتش اي حاجه مختلفه، هو الصوت كان كويس ولا وحش؟ لا الصوت بعيد ومكتوم. طيب خليني ابص كده ثانيه واحده. طيب طيب تمام. انا اشوف لو في حاجه في السيتنج، بس انا كنت بشتغل كده على طول مش فارق يعني، هشوف كده لو في حاجه في السيتنج. ثواني خليكم معايا. طيب في اي فرق كده؟ برضه الصوت لسه بعيد يا دكتور. طيب هحاول اجيب مايك تاني، معلش دقيقة واحدة خليكم، انا يعني هحاول اجيب مايك تاني. طيب هل كده في فرق؟ اه كده الصوت واضح. شباب هل كده في فرق ولا لا؟ ايوه صوت حضرتك تمام كده واضح. تمام معلش يعني تاني كده علشان انا اللي كان عندي مشكلة في الصوت بقى، قولوا لي هل كده الصوت احسن؟ اه تمام يا دكتور. اه دكتور احسن شوية. طيب هنحاول نشتغل كده ونشوف، ربنا يسهل. كنت بقول ان احنا هنبتدي النهاردة من اول محاضرة في سيستمز مختلفة شوية عن الفريمز اللي انتوا خدتوها مع دكتور عمرو. هنبتدي نغير شوية الفكر والمفهوم بتاع السيستمز اللي احنا بنشتغل بيها. في الفريمز كان المين ستريننج اكشن او الميجور ستريننج اكشن اللي بيكون عندك هو البيندنج مومنت، وده متوقع لان الفريم هو الا الكاميرا بس طويله شويه. انما ظهر بقى شويه نورمال فورس معانا كمان بيزيدوا في الديزاين، ولكن كان طبعا بيبقى في الاخر بتصمم كما لو كانت كاميرا عليها شويه نورمال فورس، فالديزاين كان ديزاين بيمز او ديزاين فلكشر، ولكن ظهر معايا شويه نورمال فورس. المهم ان هو ده كان ما يفرقش كتير او ما يبعدش عن المفهوم بتاعنا عن الكاميرا بتاع زمان. اللي احنا عايزين نتكلم فيه بدءا من النهارده هو structures مختلفه في المفهوم اساسا، لان هي بنحاول فيها نستخدم الخرسانه افضل استخدام، بحيث ان احنا نلعب كده في شكل الاستراكشر ونوصل الاستراكشر والاحمال اللي جايه عليه كمان، ونوصل في الاخر للتريننج اكشنز تكون هي المثاليه للخرسانه. واحنا كلنا المفروض عارفين ان التريننج اكشنز المثاليه على الخرسانه هي الكومبريشن. أسوأ حاجة على الخرسانة طبعا هو التنشن أو الأكسيال تنشن، يليه البندنج مومنت لأنه برضه بيعمل لي كومبريشن وتنشن. الخرسانة بتشتغل كويس أوي في الكومبريشن ولكن بتحتاج تسليح في التنشن كتير. وأحسن سترينج أكشن على الخرسانة بيكون هو الكومبريشن، لأن هي الخرسانة بتشتغل كويس جدا في الكومبريشن وبتحتاج تسليح قليل عشان بس يديها شوية داكتيل. فتعال نشوف إيه الفكر اللي إحنا هنعمله بدءا من النهاردة كده، إيه الفكر اللي إحنا هنعمله في الاستراكشرز بتاعتنا عشان نوصلها ان هي تكون structures عليها almost compression forces، وبالتالي الخرسانه تشتغل كويس قوي، اقدر اوفر في الكميات كويس جدا. فتعال نشوف مع بعض كده، ده السمري بتاعت الحاجات اللي هنتكلم فيها النهارده. تعال كده نتكلم عن الموضوع بالراحه زي ما انت خدته من زمان كده، كاميرا عاديه جدا، حتى ايفن الكاميرا دي لو كانت فريم مش هتفرق، كاميرا او فريم، المهم ان احنا عندنا بالمنظر اللي قدامنا ده simple beam
عليها concentrated load واحد في النص. وهنا بنتكلم ان اللود مهم جدا، شكل اللود وطريقه تحميل اللود مهمه جدا عشان توفي اللي احنا عايزين نوصل له، وهنشرح الكلام ده دلوقتي. فلو عندي كاميرا سيمبل عليها concentrated load واحد في النص، متوقع طبعا ان شكل البيندنج مومنت زي ما هو قدامكم كده، الشكل المشهور جدا مثلث بي ال على 4 في النص الماكسيمم بتاعه. طيب هل المنظر اللي قدامنا ده احنا لو بنصممه كاميرا عاديه زي بتاعه زمان، كنا هنعمل كاميرا بالسكشن اللي هو هنصممه عند الميد سبان، هيطلع لي ديبس، همشي الدبس ثابت لغايه الاطراف وهحط تسليح، وقد التسليح ممكن اوقف فيه اعمل فيه كورتلمنت وهكذا. بس خلينا نفكر بطريقه ثانيه، هل الكونكريت سكشن اللي ماشي بنفس السكنس اللي عند الميد سبان هو السكشن اللي او السكنس اللي عند الايدج، هل ده منطقي او هل ده انا محتاجه عند الايدج؟ اكيد لا، لان المومنت بيقل زي ما احنا شايفين كده، بيوصل للزيرو عند الاطراف. فبالتالي اكيد السكشن الكبير اللي احنا صممناه في الميد سبان ده انا مش محتاجه بنفس السكنس تماما عند الطرف، لان ما بقاش عندي almost string action عشان اصممها يعني. فهو ده التك او هي دي طريقه التفكير اللي احنا بنتكلم عليها. طب ده يخليني ايه يعني، ده هتدرج ازاي بقى في التفكير؟ هقول ان انا عندي دلوقتي الماكسيمم بيندنج مومنت اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، هيعمل لي ايه البيندنج مومنت ده على كاميرا سيمبل؟ هيعمل لي كومبريشن فوق وتنشن تحت، الكلام ده عارفينه من زمان جدا. خرسانه بتشيل كويس قوي في الكومبريشن وما بتشيلش في التنشن، بنحط لها حديد. طب في الميد سبان بيبقى دايما عندي ايه في كاميرا او في سكشن اندر بيندنج مومنت؟ الجزء اللي هو في النص شويه من السكشن بيبقى فيه ايه، في تنشن ولا كومبريشن؟ بيبقى غالبا ما فيهوش لا تنشن ولا كومبريشن، وده اللي بنسميه مكان حوالين النيوترال اكس. النيوترال اكس ده اللي هو عنده زيرو سترين تماما، لا تنشن ولا كومبريشن. طيب فوق النيوترال اكس شويه في الكاميرا السيمبل هيبقى فيه شويه كومبريشن، تحت النيوترال اكس بشويه هيبقى فيه شويه تنشن، ولكن قيمهم برضو قليله جدا في المكان القريب من النيوترال اكس. انما القيم الكبيره بتكون عند الاطراف زي ما احنا رسمين كده، في عندي كومبريشن كبير فوق وتنشن كبير تحت. طب ده يقول لي ايه؟ ده يقول لي ان انا ممكن اوفر السكشن او الاماكن اللي فيها خرسانه انا مش محتاجها. اللي هي ايه الخرسانه اللي مش محتاجها؟ اول حاجه انا صممت على السكشن الكبير هنا، اكيد انا ممكن اقلل السكشن عند الاطراف لان انا عندي مفيش بيندنج مومنت تقريبا. فانا ممكن هنا طبعا مش ممكن نوصل للدبس زيرو لان المومنت هنا زيرو، بس انا مش هقدر اوصل للدبس زيرو، ولكن اقدر اقلل الدبس بقيمه ملحوظه. الحاجه الثانيه عندي كومبريشن فوق لازم اسيب له خرسانه تشتغل، وعندي تنشن تحت لازم اسيب له خرسانه كفر على الحديد اللي هحطه عشان يشتغل، انما اللي بينهم كله ممكن الغيه لان اللي بينهم كله زيرو ستريسز او اولموست زيرو ستريسز قريبه من النيوترال اكس. يبقى وصلنا لشكل عامل ازاي دلوقتي؟ وصلنا لشكل فيه كمية خرسانة أقل بكتير جدا. الشكل ده فيه عبارة عن compression ماشي في الزون اللي فوق دي، وماشي على الدياجونال ممبرز دول لغاية ما يوصل للأعمدة، وبيمثل لي هنا صورة الأكسيال compression اللي هو ما فيهوش أي مشكلة على الخرسانة، والخرسانة بتشتغل فيه كويس جدا. ولكن هيفضل لي هنا تحت فيه line كده بتاع tension، وده كده كده بيتحط له حديد زي ما زمان كنت بحط حديد في الكاميرات، كده كده كان فيه حديد موجود، ولكن أنا وفرت في كمية الخرسانة توفير كبير قوي. متخيلين الفرق؟ وطبعا ده هيعمل لي البيست يوتيلايزيشن للسكشن، بدل ما كان سكشن بالكامل سوليد خرسانه مليانه من فوق لتحت من اول السبان لاخر السبان، لا انا قدرت افرغ جزء كبير قوي اللي كان على الاطراف ده، المثلث على اليمين والمثلث على الشمال، كل ده فرغته مثلث كبير في النص، كل ده وفر لي كميه خرسانه مهوله بالنسبه للقطاع الاصلي. تعال ناخد مثال تاني ونفكر بنفس الطريقه. طبعا هو ده اللي احنا قلناه، ان احنا عندنا compression member tension member، الشكل اللي احنا وصلنا له ده هو اللي اسمه البوليجون، وفي الحاله بتاعتنا اسمه triangular polygon لان هو شكل مثلث فبنسميه triangular polygon. تعال ناخد شكل تاني برضو نفس الكاميرا السيمبل، بس المره دي هنحط عليها اتنين concentrated load زي ما احنا شايفين كده في التلت والتلت، او مش لازم في التلت، المهم ان هما اتنين concentrated load في النص. شكل البيندنج مومنت المتوقع هو الشكل اللي احنا رسمينه تحت اللي كلنا عارفينه. برضه بنفس طريقة التفكير، لو أنا هصمم سكشن على المومنت الكبير اللي هنا، السكشن ده أنا محتاجه يكون فين؟ هل محتاجه في الكاميرا كلها من أولها لآخرها؟ أكيد لأ، أنا محتاجه بس في الجزء الوسطاني من الكاميرا اللي عليه المومنت الكبير ده. إنما عند الأطراف ممكن المومنت بيقل جدا، ويبقى أنا القطاع ده ممكن أقلله جدا، وعند الطرف ده برضه المومنت بيقل جدا، يبقى أنا هنا ممكن أقلل جدا. وبنفس طريقة التفكير عندي compression فوق لازم احترمه، tension تحت لازم احترمه، ولكن ممكن افرغ الخرسانة اللي انا مش محتاجها اللي هي اليمين والشمال اللي اتكلمنا عليها، والخرسانة اللي عندي neutral axis او حوالين neutral axis اللي هي
almost zero strain وبالتالي zero stress. طلع لي في الآخر شكل برضو عبارة عن compression وtension members. وده اللي بنسميه trapezoidal polygon. ليه trapezoidal؟ عشان هو هنا الشكل trapezoidal shape. الفكرة كده نعتبر اتكلمنا عليها بسرعة ولخصناها. واضحة للناس كلها الفكرة ان انا بعمل ايه؟ بشوف فين الstraining action المهم وبحاول ان انا احط خرسانة بس عشان تشيله واي خرسانة زيادة اشيلها. اي خرسانة زيادة اوفرها وبالتالي بوفر كمية كبيرة جدا من كمية الخرسانة. طب في الاخر انا اتحول السكشن لما اجي اصمم السكشنز اللي عندي او الستراكشر بتاعي ما بقتش بصممه اندر بيندنج مومنت، لان البيندنج مومنت عشان اصمم سكشن اندر بيندنج مومنت يستلزم ان يكون الكومبريشن متصل بالتنشن. انا هنا عندي عملت فاصل بين الكومبريشن والتنشن فاتحول لشكل شبه شويه ولكن مش هو ولكن شبه التراسات اللي انتوا كنتوا بتاخدوها زمان، وبقى عندي فيه كله عباره عن اكسيال فورس في الممبرز هنا بتكون كومبريشن سوري واكسيال فورس هنا تحت في الممبر ده بتكون تنشن. فانا ما بقتش بصمم السكشن بتاعي اندر بيندنج مومنت خالص، انا بصمم السكشنز كلها اندر اكسيال فورس يا كومبريشن يا تنشن. بتطلع لي كميه حديد في الاخر اقل من الفريم، بتطلع لي كميه خرسانه اقل من الفريم، وبالتالي انا حققت هنا البيست يوتيلايزيشن للماتيريال بتاعتي، وفرت في الخرسانه وفي الحديد. طب هتقول لي ايه الصعوبه في كده او ايه الوحش في كده، ليه ما كل الناس ما بتعمل، ليه كل الدنيا ما بتعملش بوليجونز؟ المشكله الاساسيه اللي فيها هو صعوبه التنفيذ. طبعا عشان زي ما انت حاسس كده عشان اقعد اغير الدبس هنا وان انا افرغ خرسانه في النص، الكلام ده طبعا مزعج ومتعب في تنفيذه كتير، وبالتالي ده اللي بيكون عائق ان يكون ده الاستراكشر اللي انا شغال بيه على طول. طبعا تنفيذ الفريمز العاديه او السكشن المتصل اللي هو كله خرسانه بصبها وارميها وسهله بالنسبه لي، ده بيخلي الكلام ده شائع الاستخدام وبيخلي البوليجونز نادرة الاستخدام برغم ان هي اوف. نشوف بعد لو سمحت يا دكتور. قول. هو انا ليه ما اخليش الدبس ثابت عندي؟ ليه بفرغ مثلا اخلي الدبس ثابت على كاميرا للكاميرا من غير ما افرغ، اقلل الدبس عادي لكن اخليه ثابت من غير ما افرغه كده يعني؟ لا اقلله اخليه مثلا بدل ما شلت الخرسانه من الاطراف بس اشيلها بالعرض كله يعني من غير ما افرغ في النص، افرغ من فوق وكده كده هتشيل معايا. ما انا ما اقدرش اشيلها في العرض كله لان انا عندي الجزء الوسطاني ده عليه نفس المومنت ثابت، المومنت الكبير اللي انا محتاج له السكشن الكبير اللي انا بشاور عليه ده، يبقى من هنا لهنا ما ينفعش اقلل الدبس، ما اقدرش اقلل الدبس غير لما يبتدي المومنت يقل. طب ما المومنت عندي شايله الحديد تحت. لا مفيش حاجه اسمها كده، المومنت بيشيله السكشن كومبريشن في خرسانه وتنشن في حديد، السكشن بالكامل. لو انا المومنت ده اللي هو الكبير اللي في النص ده محتاج سكشن بارتفاع وليكن متر ونص مثلا، يبقى لازم من هنا لغايه هنا يكون الارتفاع المتر ونص ده موجود، والا يبقى السكشن انصيف والحديد اللي انت بتحطه ده هيبقى انصيف برضه. تمام شكرا يا دكتور. لا. دكتور معلش بس هو ليه يا دكتور في السكشن اللي في النص اللي هو يعتبر عليه اعلى كومبريشن فورس واعلى تنشن فورس ده اكتر سكشن اتاكل منه دبس؟ يعني ككونسبت فاهم انا دلوقتي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. انا فاهم قصدك، احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا لعبنا خالص في السترينج اكشن، ما بقاش اسمه مومنت. يعني انت دلوقتي لو كنت انت عايز تصمم على مومنت كنت طبعا السكشن اللي في النص ده لازم تعمل فيه الدبس الكبير، وساعتها الخرسانه متصله ببعض، والخرسانه المتصله ببعض هي اللي تقدر تقول ان في عندي هنا بيندنج مومنت وفي السكشن محتاج الدبس الفلاني وهكذا. انا دلوقتي لما فصلت الخرسانه عن بعض حولت الاستراكشر بتاعي لحاجه شبه كده التراس، بقى الممبر ده شغال منفصل تماما عن الممبر ده، ده فيه كومبريشن وده فيه تنشن. على فكره هنا في اعلى كومبريشن وهنا في اعلى تنشن، ما هو ده اللي احنا بنصمم عليه، بس انا خلاص ما دام فصلت بينهم تماما ما اقدرش اجيب سيره بيندنج مومنت، ما بقاش في بيندنج مومنت دلوقتي بيأثر على السكشن. السكشن ده عليه كومبريشن لوحده خالص غير السكشن التاني اللي عليه تنشن لوحده خالص. جميل جدا. الظروف النص طبعا يعني كتنفيذ في النص ده بيتملى بحاجه او يعني يبقى في ماده ده. مثلا بس بص انتوا لسه، بس احنا هندخل، انا كل ده مقدمه، لما اجي ارسم الكونكريت دايمنشن كمان شويه هتلاقي ان الفراغ اللي في النص ده ارتفاعه مهول، ارتفاعه كبير جدا ما يتمليش بحاجه، ده بالعكس يتساب فاضي وبيتوظف معماريا بحيث ان الشكل يكون كانه مقصود كده. ولكن ده بقى لما اجي ارسم لكم الكونكريت دايمنشن هتحس قد ايه احنا وفرنا في الخرسانه. الشكل اللي هو يبدو قدامك الترابيزويدال الابيض ده يبدو قدامك صغير ومش مهم قوي،
لا لما اجي ارسم لك الكونكريت دايمنشن هتلاقي ان ابعاده كبيره جدا. بس نصبر بس شويه وهتلاقي كمان شويه طلعت لك شكل الكونكريت دايمنشن. تمام دكتور شكرا. ملخص اللي قلناه دلوقتي ايه؟ ان انا عندي لو حاله مثلث وحاله ترابيزويدال هم دول اللي احنا قشناهم في من اول ما ابتدينا، وحطينا مثلث كونسنتريت لود في النص وحطينا ترابيزويدال اثنين كونسنتريتد لود. ايه اللي احنا عايزين نوصل له؟ ان لو انا عندي شكل استراكشر بالمنظر ده، وهنشوف ليه قصدي بالمنظر ده، الشكل استراكشر بالمنظر ده مش هيطلع عليه اي زيرو بيندنج مومنت، اي بيندنج مومنت هيطلع عليه كله زيرو بيندنج مومنت، وهيطلع عليه نورمال فورس فقط كومبريشن. والشكل الاستراكشر ده انا هنا بتكلم في حاجه منفصله، الاستراكشر الترابيزويدال ده على تو كونسنتريتد لودز في الجوينتس يطلع لي زيرو بيندنج مومنت. جرب كده تحله، وطبعا الكلام ده اندر كونسنتريتد لودز فقط، يعني مفيش حتى اون ويت معايا، لان الاون ويت لو ظهر هيعمل لي اكيد بيندنج مومنت. انا بقول هنا اندر كونسنتريتد لود اونلي، هنا في زيرو بيندنج مومنت وفي نورمال فورس. طب انا ليه بحط، ليه حاطط السلايد دي، او انا قصدي ايه من الاستراكشر اللي واخد شكل مثلث كده ومن الاستراكشر اللي واخد ترابيزويدال دول؟ ده مساله استراكشر دلوقتي، بربط لك بين الشكل ده اللي انا بشاور عليه وبين ده، هو نفس الشكل ده بالظبط. الشكل ده اللي انا رسمه لك هنا هو بالظبط الشكل ده. لو انا احترمت ان في عندي كونسنتريتد لودز عند الجوينتس فقط، هوصل لشكل ما عليهوش بيندنج مومنت وعليه نورمال فورس كومبريشن، ودي احسن حاجه للخرسانه. فهي دي التفكير جالنا من كده بقى، ان انا عايز شكل استراكشر يكون بهذا المنظر. الستراكشر ده وهنشوف المنظر ده اسمه ايه دلوقتي. الستراكشر ده شرط مهم جدا ان انا احمله عند الكونسنتريتد لودز عند الجوينت فقط، وما احملش اي حمل في النص خالص، هيبقى عدا الاون ويت اللي احنا عارفين ان هو ملوش حل، ما اقدرش الاقي الاون ويت، ولكن مش هنتكلم عليه دلوقتي. الستراكشر ده هيوصل لي ان انا ما عنديش اي بيندنج مومنت وعندي نورمال فورس كومبريشن، وده مفضل ليا في تصميم الخرسانه. طيب عايزين نربط مع بعض كده، نرجع تاني نربط ما بين الشكل ده اللي انا اتفقنا دلوقتي ان هو فعلا هيطلع لي زيرو بيندنج مومنت، وما بين الشكل ده. قول لي ايه علاقه البيندنج مومنت دايجرام او شكل البيندنج مومنت دايجرام بشكل الاستراكشر؟ ايه العلاقه؟ مقلوبه بالظبط كده، هو ده التعبير اللي احنا بنقوله دايما، مقلوبه. شكل البيندنج مومنت عباره عن ترابيزويد اللي تحت طلع لي شكل الاستراكشر ترابيزويد اللي فوق. تعالى نرجع اللي قبله، ايه العلاقه بين شكل البيندنج مومنت وبين شكل الاستراكشر اللي طلع عليه زيرو مومنت؟ برضو مقلوبه، ده كان مثلث لتحت، ده مثلث لفوق، صح كده؟ يبقى الرول ان انا لازم اعمل شكل الاستراكشر يكون مقلوب شكل البيندنج مومنت، وهو ده اللي يديني زيرو بيندنج مومنت، مقلوب شكل البيندنج مومنت المتوقع من الاحمال بتاعتي، وهو ده اللي هيديني زيرو بيندنج مومنت ومجرد نورمال فورسز بس. ودي اسهل في الديزاين، بتطلع حديد اقل والخرسانه بتشتغل فيها كويس قوي. يبقى هي الثيوري كده بقى، انا مش بالدبس، انا مش مصلحتي او مش تفكيري خالص اني اعمل دبس كبير، بالعكس انا عايز اقلل خرسانه وعايز افضي خرسانه من كل الاماكن اللي ملهاش لازمه. وانا بفضي الخرسانه هراعي اني بفضيها بالطريقه اللي تعمل لي ستراكشر شكله هو عكس او مقلوب شكل البيندنج مومنت دايجرام اللي متوقع من الاحمال اللي جايه لي، وبالتالي انا عملت كده ستراكشر بيرفكت ما عليهوش اي بيندنج مومنت وعليه نورمال فورس كومبريشن. هيفضل لي ممبر واحد اللي في تحت هنا طبعا، اللي هو مكان التنشن ممبر اللي احنا كنا مشاورين عليه من السلايد اللي فات، وهو ده اللي بيتحط فيه حديد كتير شويه نسبيا طبعا بالمقارنه بالكومبريشن ممبر، ولكن برضو بتلاقي ان الحديد اوفر اول الاستراكشر حصل فيه توفير كتير جدا عن لو انت كنت اشتغلته فريمز زي ما خدنا في المحاضرات اللي فاتت. ماشي. طيب خلي بالك من حاجه مهمه جدا بقى، عايزين نطبق الشروط بتاعتي المهمه جدا. ايه الشروط او ايه الحاجات المهمه لازم ناخد بالنا منها؟ ان عشان تقول ان الاستراكشر ده اجي احله كده ان شاء الله، حتى تحله بكمبيوتر او تحله بايدك بفيرتشوال ورك او باي طريقه عشان يطلع لك فعلا ما عليهوش اي بيندنج مومنت ويطلع لك عليه نورمال فورس فقط، لازم في كذا شرط. اول شرط ان الاحمال دي تكون كونسنتريتد لودز عند الجوينت فقط. انا كل شويه بقول الكلام ده عشان افكرك بيه، لانك لو حطيت لي حمل كونسنتريتد لود هنا ده هيدمر الفكره كلها، وده بنعتبره عندنا فيتال ميستيك في البوليجون، انك تحط لي هنا كونسنتريتد لود، ده ما ينفعش اطلاقا. ممنوع اي نوع من انواع الاحمال بين الجوينتس، احط فقط عند الجوينت. هتيجي تقول لي نفس السؤال اللي هتفضل تساله لي وانا مش عارف ارد عليك، وبقول لك معلش احنا متغاضين عندي الاون ويت يونيفورم لود في النص، وده ملوش حل. الاون ويت فقط هو اللي انا ما عنديش حل ليه، ولكن على اعتبار اللي انا قلت من شويه ايه،
ان احنا عمالين نفرغ في الخرسانات كتير قوي ونشيل خرسانه نشيل خرسانه. الخرسانه اللي بتتفضل لي في الاخر ابعادها بتكون تقريبا مينيمم، فبيكون برضو الانويت بتاعها قليل جدا ممكن اتغاضى عنه. فاتمنى ان الصوره تكون واصله. تاني شرط مهم جدا جدا ان الاثنين سبورتس ده وده يكونوا هنجد وممنوع منعا باتا اعمل واحد منهم رولر، وجربها كده في البيت لما ترجع وحل ستراكشر. لو انت عملت واحده منهم رولر السيريو كلها او الفكره كلها اتدمرت، وحصل لي منك مومنت عادي جدا وبقى فيش اي فرق عن زمان والفكره كلها اتدمرت او ما بقت ما اتحققتش يعني. فشرط من غايه الاهميه ان انا لازم السبورتس بتاعتي سواء هنا او هنا تكون هنجد وممنوعه تماما من الحركه الافقيه، والا كل الفكره بتاعتي تبوظ. مفهوم؟ يبقى انا عندي ثلاث شروط مهمه جدا. الاستراكشر بتاعي يكون شكله عكس او مقلوب شكل البيندنج مومنت، الاحمال عباره عن كونسنتريتد لودز فقط في الجوينتس، السبورتس بتاعتي ممنوعه تماما من الحركه الافقيه. لو الثلاث شروط دول موجودين يبقى انا كده وصلت لزيرو مومنت استراكشر، وده بالنسبه لي هدف كويس جدا في الخرسانه. في اي سؤال لغايه دلوقتي؟ طيب نك ها سؤال. يا دكتور، يعني دلوقتي انا بشوف البيندنج مومنت ديجرام عندي وعلى اساس بعمل جوينتس في الستراكشر. فعلا تمام. وبشوف البيندنج مومنت ازاي، لان انا اللي بتحكم في الاحمال. يعني انا لو اتحكمت في احمالي انها تكون كونسنتريتد الواحد في النص، يبقى انا عايز انفذ تراينجولار بوليجون. لو انا اتحكمت في احمالي ودي في ايدي ان انا اخليها تو كونسنتريتد لودز زي اللي قدامك ده، يبقى انا محتاج انفذ ترابيزويدال بوليجون. انا اللي بعمل اللي انا عايزه، وهنشوف دلوقتي. تمام، شكرا. ده اكسرسايز صغير كده، ده معمول كده بالكمبيوتر ومعمول بنفس السكيل، عشان اوري لك الفرق بين الفريم اللي انت خدتها زمان. هنا رسمت لك بنفس الدايمنشنز بالظبط، يعني ارتفاع العمود واحد، الميل بتاع الممبر ده، كل الجيومتري واحده بالظبط بنفس الابعاد ونفس الاحمال ونفس كل شيء، ورحت طابع لك البيندنج مومنت بنفس السكيل. يعني انا هنا بقارن بالحالتين بالظبط تيبيكال زي بعض، ولكن واحده منهم الفريم العادي بتاع زمان تو هنجد فريم، ادي هنج وهنج، فهو بالتالي ده تو هنجد فريم، وده البوليجون اللي احنا اتكلمنا عليه بس حطينا له رجلين. طبعا ما هو ما ينفعش البوليجون ده يتحط على الارض، اكيد ليه رجلين. ماشي، وحطيت هنا تاي. التاي دي انا بحطها ليه تفتكر؟ التاي دي بتحقق لي اني شرط من الثلاث شروط اللي قلناهم من شويه. نفتكر تاني الثلاث شروط وافضل افكركم بيهم كل شويه. الثلاث شروط ان يكون الشكل مقلوب شكل البيندنج مومنت، وهنا هنحط طبعا كونسنتريتد لودز فقط، فبالتالي الشكل اللي هو ترابيزويدال ده هو المقلوب. ادي اول شرط. تاني شرط ان الاحمال تكون في الجوينتس بس، ودي انا عملتها في الساب خلاص بس مش طبعها لك يعني، ولكن فعلا الاحمال فقط عند الجوينتس. طب تالت شرط ايه؟ ان اهو تالت شرط ان الـ النهايات او السبورتات كلها ممنوعه تماما من الحركه الافقيه. يبقى الطاي دي بتعمل لي اني شرط من الثلاثه؟ تالت واحد دايما على الحركه الافقيه. تالت واحد بالظبط، ان الطاي دي هي اللي ضمنت لي ان مفيش حركه افقيه عند نهايات البوليجون من تحت، لان الطاي دي وطبعا مع انتظام التحميل ومع سيمتريه التحميل مش هتتحرك، لان هي هتربط النقطه اليمين بالنقطه الشمال تماما، فولا واحده منهم هتتحرك. يبقى انا كده حققت الشرط الثالث باستخدام ممبر افقي اللي احنا بنسميه هنا تاي. في حاله الفريم مفيش وجود للطاي ده، صح؟ انا مش حاطط طاي، حاطط فريم من غير طاي، انما هنا حاطط بوليجون بطاي. شفت بقى وجود الطاي حصل ايه؟ يعني عايز اقول لك المقارنه بين الشكل اليمين والشمال فيهم الشرطين الاولانيين متحققين، اللي هو الشكل مقلوب البيندنج مومنت وان الاحمال في الجوينتس فقط. الشرط الثالث بس هو اللي اختلف بين الشكلين اللي قدامك. الشرط الثالث متحقق في الاستراكشر ده ومش متحقق في الاستراكشر ده. متخيل فرق البيندنج مومنت بقى كام لكام؟ الناس حاسه انا قصدي ايه؟ عشان كده الشرط الثالث ده ان النهايات ممنوعه تماما من الحركه الافقيه، ده في غايه الاهميه. ومن هنا ظهرت اهميه وجود الممبر الافقي اللي تحت ده اللي اسمه الطاي. الطاي دي عنصر اساسي وبنهتم بيها جدا في الديزاين وفي الديتيلينج، وبنقول دايما الكلام ده بنقوله يعني في اي حته او بنقول لكم بنركز لكم عليه، ان الطاي دي لو حصل فيها فيلير نتيجه بقى ان الديزاين مش مظبوط، التنفيذ مش مظبوط، الاستراكشر كله وقع. لان وانس ان الطاي دي يحصل فيها فيلير، المومنت اللي انت كنت مصمم عليه، طبعا هنا هتقول لي ليه في مومنتس هنا عشان ان انا عامل استراكشر بجد، فالكلام الصغير نتيجه الاون ويتس والحاجات دي. فانت صممت الاستراكشر ده ان ما عليهوش مومنت اصلا،
الطاي دي لو اتكسرت هيبقى السكشن ده اللي انت مصممه على الرقم الصغير ده فجأة جه عليه الرقم ده، انت متخيل هيحصل فيه ايه؟ يعني الرقم اللي جاله ممكن يكون 10 20 ضعف فجأة، طبعا هيتكسر فورا. عشان كده بنقول لك انهيار الطاي هو انهيار الاستراكشر بالكامل فورا. واضحة كده الفكرة؟ طيب نكمل. ادي شكل الكونكريت دايمنشنز بالراحة كده وهنشوف كل حاجة هي ايه. طبعا انا هنا بشرح لك على ترابيزويدال بوليجون، الشكل الترابيزويدال شيب اللي انا بكلمك عليه. الموضوع مش زحمه ولا حاجه، ما تتخضش من الشكل، الموضوع في منتهى البساطه وسهل جدا، مفيش فيه اي حاجه، كل حاجه قدامنا هي سهله. نتكلم بسرعه كده. ادي شكل الترابيزويدال شيب اللي انا بتكلم عليه. ليه سبان؟ السبان ده هنتكلم فيه كل حاجه دلوقتي، انا بس مش عايز اسحم لك السلايد، هفتح لك حاجه حاجه. ادي السبان بتاعي، مسافه من سنتر لاين العمود لسنتر لاين العمود. في ارتفاع جوه كده، الارتفاع بتاع الاشغال او استخدام الاستراكشر، وده حاجه معماريه شويه. انما في ارتفاع مهم جدا اللي هو اتش، اللي هو انا رفعت البوليجون ده قد ايه. البوليجون ده رفعته من النص قد ايه، دي هنتكلم فيها عشان دي في غايه الاهميه، اللي هو الاتش كابيتال. وبعدين ادي شكل الخرسانه، هو اللي انا ماشي عليها بالماوس دي، هي دي الخرسانه بتاعتي. كل ده عباره عن كومبريشن ممبر مايل ومشي افقي ورجع مايل تاني، وفي عندي ممبر افقي تماما في غايه الاهميه اللي تحت ده اللي اسمه الطاي، واتفقنا ان ده في غايه الاهميه الطاي ده. انا هنا فصل فصل صريح عن الاعمده، والكلام ده عشان سهوله الحل بالنسبه لكم وانتم بتعملوا لسه اكسرسايز في الكليه وعايز تحل بايدك، ما عندكش كمبيوتر دلوقتي وانت بتحل في امتحان او في شيت. فلسهوله الحل عملنا فصل صريح بين الاستراكشر اللي فوق اللي بنسميه البوليجون وبين العمود بتاعه بنيو بريم بليت، وفصل صريح بريال هنج. انما في الحقيقه مش لازم افصل الفصل الصريح ده، لان في الحقيقه عندي امكانيات وعندي كمبيوترز وعندي حاجات ممكن احل بيها ستراكشر انديترمنت بسهوله، ولكن هنا بنعمل لك الفصل ده عشان تعرف انت تحل بسهوله شويه في الامتحان او في الشيء. ماشي، تعال نحط شويه معلومات اكتر بقى ونتين نتكلم فيها. اي دي دي الهانجرز، تعال نخبيها الاول، انا ما قلتهاش دلوقتي. دول عباره عن ايه؟ ما جبناش سيرتهم قبل كده، اللي انا بشاور عليهم الممبرز الرأسية دي. انا اللي كنت رسمه من شوية هو ده، ده البوليجون صح؟ كل اللي اتكلمت عليه الكمبريشن ممبر المايل وبعدين افقي بعدين مايل والتنشن ممبر اللي تحت صح؟ ما اتكلمتش على اي ممبرز هنا ايه رأسية معايا. طيب رحت هنا راسم لك في الكونكريت دايمنشن ممبرز رأسية كده كل شوية، وشاورت لك على واحد وقلت لك ده اسمه هانجر. طب الهانجرز دي تفتكر بتعمل ايه؟ حد عنده كده تخيل الهانجرز دي انا حطيناها ليه اصلا؟ لو حصل ديفليكشن مثلا الفورس اللي طايل لتحت. بالظبط كده، احنا اتفقنا الفكره كلها من البوليجون ان انا بوفر في كميات خرسانه وعايز اعمل ابعاد قطاعات على المينيموم، ابعاد قطاعات اقل ما يمكن. عشان اعمل ابعاد قطاعات اقل ما يمكن معناها ان انا ممكن الاسبان بتاعي اللي هو الكبير ده اكون ماشي فيه طاي ابعادها ممكن تكون 40 سنتي ولا حاجه دبس. ما هو انا عايز اعمل حاجات اقل ما يمكن، فهل طاي 40 سنتي دبس ممكن تمشي بسبان مثلا 20 متر؟ دي مش استحاله، يعني هتتكسر تحت تاثير وزنها فقط من غير اي حاجه هتتكسر. يبقى انا لازم اعمل لها كل شويه كده هانجر. الهانجر ده بيرفع الطاي علشان ما تحصلهاش ديفليكشن تحت تاثير وزنها. يبقى الهانجرز دي موجوده فقط علشان تشيل الديفليكشن اللي حصل او اللي متوقع انه يحصل في الطاي عشان سبانها كبير جدا والقطاع بتاعها صغير جدا. فدي اول حاجه مهمه جدا يبقى فاهمينها. طب بنعمل الهانجر دي كل قد ايه؟ كل مثلا 3 4 متر حاجه زي كده. طيب في ايه تاني؟ تعال بقى نتكلم على المعلومات المهمه قوي. الاتش اهم حاجه في رسم البوليجون هو الاتش دي، والاتش دي هناخدها السبان على رينج من 5 ل 8. ومهم جدا ان انا التزم بالسبان او بالرينج ده وانا بحسب او وانا برسم الارتفاع بتاع البوليجون. ليه؟ لان الرينج ده هو اللي هيطلع لي فعلا شكل الاستراكشر اللي انا عايزه، انه هو اولموست في زيرو بيندنج مومنت. خلي بالك ان هو مش شرط قوي يكون زيرو بيندنج مومنت، قد يكون في بيندنج مومنت ولكن صغير جدا. جاي منين؟ جاي من الفورس، عمرها ما هتكون في السي جي بالظبط، ممكن تكون مترحله عن السي جي وبالتالي بتعمل لك مومنت صغير. ولكن الفورس دي لو اترحلت كتير عن السي جي بتعمل لك تنشن، وهو ده اللي انا مش عايزه اطلاقا. انا مش عايز تنشن على الاطلاق، انا عايز يفضل كومبريشن. يبقى عشان الكمبريشن فورس او الاكسيال فورس افضل ضامن انها بتعمل لي كومبريشن فقط، لازم تكون بتاثر في التلت الاوسط بتاع القطاع الكور بتاع زمان بتاع الاستراكشر. عشان اضمن ان الفورس بتاعتي بتاثر فعلا في التلت الاوسط للقطاع
وما طلعتش براه وما عملتليش تنشن، لازم التزم بالرينج ده عشان يضمن لي ان الفورس بتاعتي في التلت الاوسط للقطاع وما فيش تنشن. يبقى مهم جدا ان الارتفاع اتش كابيتال اللي هو من سنتر لاين الطاي لسنتر لاين الممبر الافقي اللي فوق بتاع البوليجون، الارتفاع من السنتر لاين ده للسنتر لاين ده اسمه اتش كابيتال، بيساوي السبان على رينج من 5 لـ 8، مش رقم ثابت، هو رينج. انما لو خرجت بره الخمسة او طلعت بره الثمانية هيحصل لك تنشن على البوليجون وده مرفوض تماما. طيب السبان اللي انا بشتغل عليه هو كام؟ هو من 12 لـ 24 متر. ليه من 12؟ عشان احنا اتفقنا زي في الفريمز كده لما قلنا لك بتبتدي من 12 متر، عشان احنا اتفقنا ان اقل من 12 متر ممكن نسميها كاميرا ونشتغل عادي والموضوع مش محتاج كل اللي احنا بنعمله ده، انما الموضوع محتاج ومستاهل بدءا من 12 متر مثلا. طب اشمعنا قلنا لغاية 24 متر؟ عشان ده سؤال مهم جدا، اشمعنا 24 متر؟ دي في غاية الأهمية. تعال بقى نتكلم دلوقتي، نقعد 5 دقايق كده بس نتكلم ليه أو اشمعنا 24 متر. أنا دلوقتي لما بقول لك شرط، أول شرط اتكلمنا عليه إن يكون الأحمال، أو كان تاني شرط مش فاكر، إن الأحمال تكون concentrated load فقط بخلاف الأونويت تاني. إزاي أخلي بلطاتي، وللأسف هي مكتوبة قدامك في السؤال بقى كان فوض أسأله من شوية، إزاي أخلي بلطاتي ترميلي concentrated load بس؟ إزاي بلطات ما تديش uniform load على البوليجون؟ إن أنا أتحكم في بلطاتي إني أعملها كلها one way hollow block. ال one way hollow block هو البلاطة الوحيدة اللي pure one way واللي أنا أقدر أتحكم فيها بحيث أنها تديني one way في اتجاه الريبز فقط وهتديني zero load في الاتجاه التاني. أنا عايز أقول لك إن إحنا برضو المفروض متفقين من الترم الأول إن حتى لو بالأرقام بلاطة solid slab one way أبعادها تديني one way، إنما هل هي في الاتجاه السكندري ما بترميش load خالص، بترمي zero load ولا فيه؟ لا، هي في الحقيقة في الاتجاه السكندري فيه load، ولكن انا ما بحسبوش يعني في البلاطه السوليد انا ما بحسبوش، بس ده مش معناه انه مش موجود، هو موجود بس انا ما بحسبوش لان هو صغير فعلا. انما البلاطه الهولو بلوك هي البلاطه اللي بيور فعلا ما فيهاش اي لود رايح في الاتجاه السكندري و100% من اللود رايح مع الريبز في الاتجاه الرئيسي. يبقى لما انا اقول لك ان شرط مهم جدا لازم نحترمه ان الاحمال تكون كلها كونسنتريتد لود عند الجوينتس فقط، عشان اوصل لكونسنتريتد لود يبقى لازم احمالي او بلطاتي احولها هولو بلوك سلابز وان واي في الاتجاه اللي انا عايزه. تمام. طيب بالمنظر اللي انت شايفه قدامك بتاع الترابيزويدال بوليجون، المنظر ده اللي انا حطيت بلاطه هنا تحت هولو بلوك طبعا وان واي في الاتجاه الافق، في الاتجاه اللي هو الورقه الافقي ده، وعملت هنا بلاطه وان واي هولو بلوك برده، وهنا بلاطه هولو بلوك وان واي برده. طبعا انا ليه خليت اللي في النص لفوق شويه؟ عشان اعمل اضاءه من النص كده، ممكن اعمل هنا شبابيك وبالتالي تعمل اضاءه وتهويه للارض، بتحكم في مكان البلاطات واعمل اضاءه وتهويه طبيعيه يعني. طيب المنظر ده البلاطه الهولو بلوك دي، احنا عارفين من الترم الاول الماكسيمم سبان لبلاطه هولو بلوك قد ايه؟ حد يفكرني كده؟ 1 واي 7 متر صح. وقلنا لو الاحمال خفيفه ومفيش لايف لود عالي ممكن تبقى كام؟ 8 8 متر. ودايما في الاستراكشرز اللي احنا بناخدها في الترم الثاني اللي هي الروف استراكشر دي اللي مفيش لايف لود فوقها لان انا ما عنديش حد هيقعد فوق خالص، مجرد اللايف لود مينيمم، فنصنفها احمال خفيفه. يبقى انا ممكن البلاطه ال1 واي هولو بلوك دي اوصل بيها بالنسبه لي 8 متر صح؟ طب لو انا وصلت بالبلاطه الواحده ل 8 متر بالمنظر الجيومتري اللي قدامك السبان فيه 3 بلاطات كل واحده منهم الماكسيمم بتاعها او اخرها 8 متر، يبقى السبان بتاعي اخره 24 متر. يبقى ال 24 متر جت من كده، جت من 3 8 وال 8 جت منين؟ اخرج في البلاطه الوان واي هولو بلوك. تمام كده واضحه؟ طب سؤال على نفس المنظر كده بنفس الطريقه، لو انا ترابيزويدال بوليجون، لو انا عايز اسالك الماكسيمم سبان بتاع ترانجلر بوليجون المفروض تقول لي بسرعه سهله دلوقتي، بقت كام متر؟ ماكسيمم سبان للترانجلر بوليجون 16 متر بالظبط. 16 جت منين؟ ان اقدر اعمل 8. تمام كده. يبقى كده فهمنا ليه السبان بتاعي اخره 24 متر، وبالتالي الرينج بتاع السبان بتاعي من 12 ل 24. هو مين اللي كان السبان بتاعه برضه من 12 ل 24؟ الفيكسد فيكسر سيستم الفريمز صح؟ طيب
معناه ان نفس رينج السبان. طب هتيجي تسالني سؤال طب اعمل ده ولا الفريم، تقول لي سؤال كده تقول لي طب ما هما نفس السبان، يعني البوليجون والفريمز ينفعوا في نفس الرينج، يعني لما تجيلي 18 متر تجيلي 20 متر دي ينفع تبقى بوليجون وينفع تبقى فريم. المفروض تسالني طب اعملها كده ولا كده، هرد عليك اقول لك اعمل اللي يريحك، وعمر ما يكون واحد منهم غلط واحد صح، الاثنين تماما ينفعوا بدل بعض، ما فيش اي فرق خالص بين البوليجون والفريم. الاسبان اللي ينفع بوليجون اكيد ينفع فريم، واتس اب تو يو انت بترتاح لمين اكتر وعاجبك مين اكتر وتعمله. الا لو انا في الامتحان طبعا قلت لك صراحه اعمل لي فريم، صراحه اعمل لي بوليجون، انما لو انا ما حددتش نوع السيستم في الامتحان انت حر تماما تعمل بوليجون ولا فريم، ما حدش يقدر يقول لك ان ده غلط وده صح. تمام طيب. دكتور بعد اذن حضرتك قول، وقبل كده في السيستمز يعني بتاعت الفريمز كان بيبقى عندي فوق سوليد سلاب وكان ممكن امشي عليها والموضوع بسيط ما فيهوش اي مشكله، انما دلوقتي الهولو بلوك انا معتبر ان هي مينيمم عشان كده خدت الطول بتاعها 8 متر، فده يخلي مثلا الفريمز احسن من البوليجونز في الجزئيه دي. لو ما هو ماشي، بس انا بقول لك عشان توصل ل 24 متر افرض ان انت عندك 18 متر، 18 متر دي يعني 3 ستات صح؟ مش ال 6 متر تستحمل هولو بلوك 6 متر تستحمل لايف لود عادي جدا؟ استحمل لايف لود عادي جدا تمام. طب خلاص يبقى انت مشكلتك الوحيده، مشكلتك الوحيده ان يجي لك 24 متر ويكون مطلوب منك ان يكون في عندك لايف لود كبير فوق، هي دي مشكلتك الوحيده بالظبط. ساعتها ماشي ممكن اقول لك ما تعملهاش بوليك. تمام جدا دكتور. كمان الكروس ريبس اللي موجوده في الهولو بلوك دي ما بتنقلش احمال؟ ساعتها مش هيبقى بيور 100%؟ لا، هي معموله لتربيط الريبز الرئيسيه انما ما بتنقلش احمال. تمام جدا. وهناخد معانا مع بعض كده، هناخد ان احنا لما بندخل في تفاصيل الديزاين لازم اخد معايا اعتبار زي ما اتفقنا، يعني انت قلقان من الكروس ريب، طب اون ويت البوليجون بيعمل لي ايه؟ ما هو اون ويت البوليجون عامل لي مشكله اصلا، فاعتبر ان اي حاجه تانية متغاضيين عنها تعتبر من ضمن التقريب اللي بيتعمل علشان بس ايه امشي حالي يعني، انما طبعا بيتاخد في الاعتبار، يعني ليه بيتاخد في الاعتبار somehow. زي فكره مثلا الهانجرز اللي قدامك دي، هو احنا بنقول لك ممنوع اي حمل بتوين الجوينتس صح؟ الهانجر دي جايه لك فين؟ جايه لك عند جوينت في الميد سبان، مش الميد سبان يعني بين جوينتس، فالهانجر دي مكانها غلط، بس من غيرها التاي تضرب مني، يبقى انا محتاجها ضروري. هتقول لي هتعمل لي مشكله، ضيفها بقى ضمها للحاجات اللي احنا عارفين ان فيها شويه مشاكل. تمام يا دكتور. دكتور معلش عشان بس الصوت كان بوصل، هو كده يعني انا استخدم دايما البولوجين ما عدا بس لو الاحمال عندي كبيره ساعتها استخدم الفريم ولا لا؟ والاحمال الكبيره برضو يعني بقول لك الحاله الوحيده اللي ما ينفعش معاك بوليجون ان يجي لك سبان 24 متر ويقول لك الاحمال تقيله. تمام. الحاله الوحيده ماشي. تمام يا دكتور. طيب نكمل بقى في شويه معلومات كده، ان هو مثلا الكونكريت دايمنشن نجيبها ازاي. السيكنس اللي هو اللي مرسوم ده بتاع البوليجون عباره عن الاسبان على 25، لو كان ده فريم كنت هتاخد التي بتاعته سبان على كام؟ على 14 صح؟ ولو سبانه كبير كان ممكن تقول سبان على 12، لان ممكن الناس اللي بتحل بايديها وجربت سبان على 14 ممكن ما يسيفش معاك ساعات، يعني بنتكلم من الاسبان على 12 ل 14. هنا اسبان على 25 يعني تخانه قد تكون النص، نص تخانه الفريم، يعني متخيل وفرنا خرسانه قد ايه. التاي دي عباره عن مربع بي في بي بيكون صغير، وهنجيب مع بعض البي دلوقتي. التاي دي بتكون مربع صغير جدا ممكن يكون 35 في 35 سنتي، فمتخيل ان ابعاد الكونكريت سكشنز هنا بقت صغيره جدا بالمقارنه بالفريمز، فالتوفير في كميه الخرسانه توفير مهول. اللي كان بيسال اللي هو انا هملها بحاجه، لا، كل الفراغات اللي انا بشاور عليها دي، انا اسف، كل الفراغات اللي انا بشاور عليها دي بتتساب فاضيه عشان تعمل إضاءة وتهوية، وبتوفر لي كمية مهولة من كمية الخرسانة اللي كانت تبقى ملياها لو كنت هعمل فريم. معايا؟ طيب. تمام يا دكتور. التي بتاعت العمود اللي أنا شايفها في الفيو ده بتجاب منين؟ العمود ده لو جيت تصممه أندر النورمال فورس اللي جاية له من الأكشن البوليجون هتلاقي النورمال فورس قليلة نسبيا للكونكريت سكشن، فدايما الجايد أو يعني الديزاين بتاع العمود ده بيكون محكوم بالباكلينج، عشان كده انا كاتب لك التي بتاعت العمود بنجيبها تو ساتيسفاي الباكلينج، وهنشوف في السلايدز الجايه ازاي نجيب الحاجات اللي ناقصه. انا ايه اللي ناقصني دلوقتي؟ انا عرفت ان الاسبان بتاعي امتى هينفع من 12 ل 24 متر، ده الرينج. وانس ان الاسبان بتاعي متحدد اقدر اعرف الاتش بتاعتي اللي هو الاسبان على من 5 ل 8، عرفت الاتش اقدر ارسم السنتر لاينز دي، وبالتالي اقدر ارسم كل كونكريت دايمنشن. التي دي هي عباره عن الاسبان على 25،
الهانجر دي بعملها كل قد ايه؟ غالبا كل جوينت وواحده بتوين الجوينت والجوينت غالبا، عشان الهانجر عشان الطاي بتاعي ما يضربش مني. يبقى دايما هنعمل الهانجر واحده اساسيه عند الجوينت، وحط واحده في النص كمان، وهنا كمان واحده في النص. يتفضل لي الحاجتين اللي انا لسه مش عارفهم في الكونكريت دايمنشنز عشان اعرف ارسم الشكل اللي قصادي، هما الطاي دي ابعادها كام في كام، والعمود ده كام التي بتاعته. هما دول المعلومتين اللي هما بعد العمود وبعد الطاي اللي لسه مش عارفهم عشان اعرف تماما ارسم الكونكريت دايمنشن اللي قصادي. تعال نشوف بقى هنجيبهم ازاي. ده شكل كده يعني شكل سنتر لاينز، ولكن ما ان 3 دي كده شويه عشان نبقى حاسين بالمنظر بتاعي ان هو ده، دي هي الطاي بتاعتي اللي انا ماشي عليها دلوقتي، وده الهانجر بتاعي، وده البوليجون اللي انا همشي عليه دلوقتي، ده هو البوليجون. ده منظر كده 3 دي فيو بسرعه للمنظر بتاعي. تعالى بقى نشوف هنجيب ازاي الابعاد الناقصه ونبتدي بالعمود. ادي الشكل اللي كان هناك، انا جيت كبرته وحطيته لك هنا. ادي التي بتاعت العمود اللي انا عايز اجيبها، واتفقنا من فوق انا فاصل تماما عن الفريم بتاعي. طيب هرجع معلش اسالك سؤال تاني، المنظر ده انا فاصل تماما لسهوله الحل. وجود الطاي دي اتفقنا هي اللي حققت لي الشرط المهم جدا الثالث، ان هو الاطراف ممنوعه من الحركه الافقيه، صح؟ طيب ده معناه ان الريال هنج دي او الريال سبورت اللي هنا دي، الريال سبورت اللي هنا واللي هنا، سؤال بقى هعملهم الاثنين هنج ولا الاثنين رولر، ولا يكفي واحده هنج وواحده رولر؟ الريال سبورت اللي هعملها يمين وشمال فيهم ثلاث احتمالات، الاثنين يكونوا هنج او الاثنين يكونوا رولر او واحده هنج وواحده رولر. الثلاث احتمالات اللي قلتهم في واحد غلط اساسا وانستيبل، ان هو مين؟ واضح جدا اللي هو الاثنين رولر. طيب يتفضل لي احتمالين ممكن اعمل منهم والاثنين صح، هل اعمل الاثنين هنج ولا واحده هنج وواحده رولر؟ واحده هنج وواحده رولر. صح. ليه؟ اشمعنى اخترت تعمل كده؟ عشان الهنج هتحكم الرولر من الحركة. كويس. وبعدين؟ فبالتالي هيبقى كده ما عنديش حركة في اتجاه الواي. طيب لما ندخل في تفاصيل الحسابات شوية هنبتدي اقول لك لو انا عملت الاثنين هنج ايه الضرر اللي ممكن يحصل لي، ولكن هي فعلا الاجابه الصح هي واحده هنج وواحده رولر، عشان ده يكون ابسط الحلول واريحها للدنيا عندنا. هنكمل كده دلوقتي وهنشرحها في ساعتها لما نيجي ندخل في الاحمال. فدلوقتي لما اجي اتكلم على عمود وانا عايز تو ساتسفاي الباكلينج بتاعه، طبعا العمود ده بالكامل كده التي بتاعته دي جايه من الباكلينج ان، في الرسمه اللي مرسومه الباكلينج ان، يبقى التي بتاعتي دي اللي جايه من الباكلينج ان، يبقى انا اللي يهمني هو الكونديشن تحت وفوق خالص. تحت خالص في اساسات لازم تكون فيكسد في الاساسات، والا يبقى برضو العمود ده انستيبل، يبقى لازم تكون كيس 1. طيب فوق في عندي اتفقنا احتماليه انها تبقى رولر او هنج، لو رولر هتبقى كيس 4، لو هنج هتبقى كيس 3. الاوحش فيهم طبعا ان انا اشتغل على رولر، لان انا مش عارف العمود بتاعي ده هيبقى هيتعمل رولر ولا هنج، فدايما هناخده ان هو كيس 4 يعني كما لو كان رولر وكان كليفر يعني. فبالتالي بقت عندي كيس 1 4 اللي هو الكي بتاعتها 2.2، يبقى عشان اجيب التي بتاعت العمود المينيمم 2.2 فارتفاع العمود بالكامل، لان هو ده اللي محكوم في الباكلينج ان، على 23 ده اخري في الان بريزد ستراكشر، وطبعا الاستراكشر بتاعي هنا ان بريزد. يبقى من المعادله دي 2.2 في ارتفاع العمود بالكامل على 23 اقدر اجيب المينيمم تي للعمود. طيب فاضل لي بعد تاني لسه ما جبتوش، ان اجيب البي. البي دي انا هعمل بيها ايه؟ بص تاني كده، البي بتاعت العمود هاخدها هي هي البي بتاعت الطاي، هاخدها هي هي البي بتاعت البوليجون. وليه؟ علشان يطلع في الاخر الشكل واحد، يعني كده لما اجي ابص في سايد فيو هشوف البوليجون والطاي والعمود بنفس البي، وبالتالي ده انضف شكل، يعني ده شكله كده حلو جدا وشكل كده مظبوط، وما اقعدش احسب لكل واحد بي شكل، طبعا دي مزعجه في التنفيذ وشكلها وحش كمان. فهو بي واحده هو اللي انا هحسبها، يا اما للبوليجون يا اما للطاي يا اما للعمود. تعال نفكر بقى نحسبها من مين فيهم. البي بتاعت العمود هتكون سهله قوي، لان هتجيلك المفروض لو انت عايز تشيك عليها، يعني هتشيك عليها من الباكلينج اوت في العمود، لان اتفقنا ان التي دي محسوبه من الباكلينج ان بتاع العمود، انما البي اللي هو البعد اللي احنا مش شايفينه دلوقتي للعمود هيتحسب من الباكلينج اوت. ودايما عشان ارتفاع العمود ده كبير نوعا بنقسم العمود بكاميرا في النص، الكاميرا دي عشان تقسم الحيطه
وعشان يتبني فوقها شباك وعشان تقسم الباكلينج بتاع العمود، عشان يعني ليها استخدامات كتير جدا الكاميرا دي، فبالتاكيد الكاميرا دي هتبقى موجوده. والكاميرا دي ماشيه في حيطه عمرها ما هتتعارض مع استخدام معماري. مع وجود الكاميرا دي قسمت لي الباكلينج اوت بتاع العمود للجزء التحتاني والجزء الفوقاني اللي هو بيكون صغير الى حد ما، وبالتالي عمر ما الباكلينج اوت بتاع العمود هيكون governing الديزاين، فمش هبص عليه خالص. يعني انا مش محتاج حد منكم خالص يتشيك على الباكلينج اوت بتاع العمود. يتفضل لي البوليجون والتاي. التاي الابعاد بتاعت الخرسانه بتاعتها ملهاش قيمه اصلا في او ملهاش حسبه، لان انا عندي اللي شغال هو الحديد فقط، والخرسانه مجرد كفر على الحديد عشان يشتغل. فعمر ما في عندي طريقه اقدر اجيب بيها ابعاد البي دي من التاي، ملهاش. الحاجة الوحيدة كده اللي تفضل لي أجيب منها البي هو البوليجون، فهأرسم برضو حتة من البوليجون بالمنظر ده. طب هتيجي تقول لي أو أنا أجيب البي بتاعت البوليجون بناء على إيه؟ بناء على الباكلينج برضو. يعني إيه تقول لي بناء على الباكلينج؟ ليه في البوليجون؟ هو الممبر بتاع البوليجون ده اتفقنا إيه السرينج أكشن اللي عليه الكبير؟ نورمال فورس. يبقى أنا عندي كونكريت سكشن عليه نورمال فورس كبيرة، يعني زي العمود، يعني معرض لإيه طبعاً؟ معرض لباكلينج. وبالتالي لازم اتشيك على الباكلينج بتاع البوليجون برضو، المفروض اتشيك ان واوت. البي بتاعتي بتتجاب من الباكلينج ايه؟ اولا الباكلينج ان هنا ملوش اي يعني استخدام، لان انا عندي التي دي، التي بتاعت البوليجون دي هي اللي بتقاوم الباكلينج ان بتاع البوليجون. ولما بقول لك ان هي بتساوي الاسبان على 25 فهي بالتاكيد بتكون كفايه انها تقاوم الباكلينج ان ومش محتاجه تشيك. انما ايه الحاجه اللي ناقصه لي؟ ان انا احسب الباكلينج اوت بتاع البوليجون ده عشان اطلع البي بتاعه البوليجون، ولما اطلعها امشيها هي هي البي بتاعه العمود، وامشيها هي هي البي بتاعه التاي. تمام. طب نجيب ازاي بقى البي بتاعه البوليجون؟ ادي الشكل ده لما كبرته، طبعا الحته دي اللي هو تلت البوليجون، فممكن نقول الاسبان على 3، والحته الارتفاع الراسي ده هو اتش كابيتال اللي احنا عملناه من شويه او اتكلمنا عليه من شويه. يبقى الطول المايل اللي داش ده اقدر احسبه بسهوله شديده، تحت الجذر ده زائد ده تحت الجذر سكوير، يعني يديني ال داش اللي هو الطول المائي. طيب مع وجود كاميرا هنا تبقى الباكلينج كيس بتاعتي كيس ايه عند الاند ده؟ هتبقى كيس 1 طبعا، لان دي كاميرا كبيره اللي بنعملها، دي الكاميرا الرئيسيه اللي شايله البلاطه الهولو بلوك. وكاميرا زيها هنا يبقى برده كيس 1. يبقى عندي دايما هيكون الممبر بتاع البوليجون كيس 1 1، كيس 1 1 الكي بتاعتها 1.2 في ال داش اللي هو الطول المايل على 23، برضو يدي لك البي مينيمم بتاعه البوليجون، وما تقلش عن 30 سنتي طبعا او 300 ملي. طلعناها 300 اوكي، طلعناها 350 400، هنمشيها هي هي على العمود وهي هي على الطاي. ولو بصينا كده هتيجي تقول لي هو انا ليه عملت تشيك على البوليجون ده؟ الممبر ده هو اللي عليه كومبريشن وده برضو عليه كومبريشن، ليه عملت تشيك على ده وعملتش تشيك على ده؟ لسببين. اول سبب ان المايل اكيد اطول، ثاني سبب ان هل اصلا في باكلينج للممبر ده؟ بلاطه ماسكاه، بلاطه ماسكاه، مفيش باكلينج اصلا، فده ملوش تشيك من اساسه. الممبر الافقي بتاع البوليجون ملوش تشيك من اساسه لان البلاطه ماسكاه، انما الممبر ده البلاطه مش موجوده، يبقى لازم لي اعمل تشيك بوليجون. طب افرض ان هو المعماري مش بتبقى بتاعتك يعني، او لو واحد انشائي حب يعني يعملها ويجيب لك البلاطه دي يطلعها لك هنا على المايل، يبقى ساعتها في اي باكلينج في البوليجون؟ الاجابه لا. بس الاجابه لا دي قبلها نسال سؤال، هل انت برضو منطقي انك تاخد بلاطه هولو بلوك وتعملها على المايل؟ الكلام ده غالبا المفروض يكون حد حذرك منه الترم الاول، ان قال لك تصميم البلاطات الهولو بلوك على المايل دي في منتهى السوء ومنتهى الصعوبه، تحاول تتجنبها بقدر الامكان. فبلاطة هولو بلوك على المايل دي نحاول نتجنبها بقدر الامكان، لان تنفيذها في منتهى الصعوبه، وفي اتجاه منهم المفروض يكون يتقال لك الكلام ده برضو، في اتجاه منهم مستحيل تنفيذه تقريبا. بالتالي دايما هتلاقي نفسك بتعمل تشيك على البوليجون الممبر المايل فيه، لان هو ده اللي غالبا مفيش اي بلاطه هتكون ماسكاه عشان صعوبه تنفيذ بلاطات هولو بلوك على المايل، وبالتالي الممبر ده معرض للباكلينج. طيب انا قلت لك من شويه طلع لك 30 اوكي، طلع لك 35 ماشي سنتي، يعني 35 ماشي، طلع لك 40 ماشي. طب افرض طلع لك ان عرض البوليجون محتاج 45 او 50 سنتي، بعده كبير بقى هو ظروفه كده، طلع لك محتاج 45 ولا 50 سنتي، ايه رايك؟
لو البوليجون ده عرضه بقى 40 سوري 45 او 50 سنتي، ايه الضرر في كده؟ حد يفكر كده يقول لي ايه الضرر في كده؟ ممكن الهانجرز اللي يبقى بوست. لا صوتك اقطع، مش سامعك، صوتك مقطع. ممكن الهانجرز تتقلب اكنها بوست وتنزل احمالها على الطاي. لا ايه تاني؟ حد يفكر في حاجه تانية؟ ايه الضرر اللي هيحصل عليا لو عرض البوليجون بالكامل كبر قوي؟ الاول ويت بالظبط كده. احنا من انا قاعد اقول لك من شويه عديها لي وهنعديها وهنتصرف في الاون ويت، صح؟ على اعتبار ان برضو قلت من شويه بيبقى قيمه صغيره وبنعديها. طب انا كل ما اعرض البوليجون كل ما بعمل ايه في الاون ويت؟ بزوده قوي وبدون حقيقي يعني بدون قيمه على الديزاين قوي يعني، بس بعمل لنفسي مشكله يعني. كل ما ازود عرض البوليجون كل ما بزود الاون ويت قوي وبعمل لنفسي مشكله في الحاجه اللي انا عارف ان انا بتصرف فيها بعدين، بس مش معقول اتصرف بعدين في حاجه كبيره بقى، انا عايز اصغرها قدر الامكان. فطبعا مش في مصلحتي اطلاقا ان انا ازود عروض البوليجون قوي، والا هتزود لي الاون ويت قوي وتعمل لي مشكله في الديزاين. طب هتقول لي افرق، ما دي شروط باكلينج ما فيهاش هزار يعني، ما ينفعش لو انا لو هو محتاج 50 سنتي عرض وانا عملته 40 بقى البوليجون انسيف باكلينج، هسيبه انسيف؟ لا مش هسيبه انسيف. عد عنده افكار؟ ممكن نربط في النص مثلا عشان نقلل الباكلينج لينس. هايل ممتاز. هربط بايه في النص وازاي؟ طبعا احنا للاسف عشان مش قاعدين على سبوره فصعب اقعد اشخبط معاك، ولكن هو قالها خلاص فتعال نشوفها بقى. انت قصدك كده؟ مظبوط يا دكتور. بالظبط كده. انا ممكن اعمل استرات صغنن جدا، الاسترات ده ابعاده مينيمم 25 سم في 25 سم بس علشان اعرف اصبه يعني. الاسترات الصغير ده بيربط لي البوليجون ده باللي بعده باللي بعده باللي بعده وهكذا. انما عمل لي فانكشن في غايه الاهميه، الاسترات ده قسم الباكلينج لينس من ال داش، خلاها ايه؟ خلاها نص ال داش، صح؟ يعني خلى الباكلينج لينس نزلها للنص، وبالتالي ريح لي جدا الباكلينج اوت بتاعي اللي انا كان عامل لي مشكله دلوقتي. يبقى هو ده الحل اللي انا هعمله طبعا لما ازيد عن 40 سنتي في عرض البوليجون، عشان احاول برضو اقلل الاون ويت وما اخليش فيه نقطه ضعف عندي اللي هي الاون ويت دي، ما اخليهاش كبيره، نقطه ضعف كبيره ومشكله كبيره. يبقى هتشيك على الباكلينج بتاع البوليجون الممبر المايل الباكلينج اوت بتاعها لغايه 40 سنتي تعمل البوليجون عادي ما عندكش مشكله. اكتر من 40 سنتي لازم تحط الاسترات اللي في النص ده علشان تقلل الباكلينج اوت، وساعتها بقى تنزل بالبوليجون ل 30 ولا 35 سم. واضحه؟ ماشي. هنفترض ان هي مفيش مشاكل، لو حد عنده سؤال يقول. معلش يا دكتور، تاني الحته بتاعت 30 ولا 40 سم دي. طيب انت كنت معانا لما حسبنا الباكلينج وطلعنا البي مينيمم دي اللي هي 1.2 في ال داش على 23، تمام؟ ال داش دي بتطلع لك رقم كبير لان ال داش طول المايل. يعني انت عندك لو البوليجون ضخم قوي يعني ممكن تكون المسافه الافقيه دي 7 متر، وممكن يكون الارتفاع ده يكون 4 متر. يعني معنى كده ان طول المايل ده بتاع 8 متر يعني بحسبها انت يعني. ف 8 متر دي في ظروف الباكلينج بايخه طبعا، يعني ممكن يطلع لك في الاخر البي مينيمم 1.2 في 8 على 23 يطلع لك اكتر من 40 سم. طب ما اتفقنا بقى ان ده اون ويت كتير قوي انا عايز اتفاداه او عايز يعني اتلاشاه. يبقى لو طلع لك من شروط الباكلينج دي نتيجه ان ال داش دي كبيره، لو طلع لك ان البي مينيمم عدت 40 سم، لازم نحط الاسترات اللي في النص ده بابعاد صغيره جدا 25 سم في 25 سم فقط كفايه، بس تاثيره مهم جدا ان هيقسم لك الباكلينج اوت. بدل ما في المعادله دي هتحط ال داش، هتحط ال داش على 2، يعني طلعت لك نص البي اللي انت كانت طالعه لك من شويه. يعني لو كنت محتاج 50 سنتي هتلاقي نفسك محتاج 25 سنتي، وطبعا كده كده مش هنقل عن 30 يعني. خلاص كده واضحه؟ اه تمام، شكرا يا دكتور. تعالى بقى نشوف. هو ده اللي انا كنت بقوله دلوقتي، ده شكل السايد فيو. طبعا دي بقى انا كده كده هبقى دي كل سلايدز وبالتالي هتبقى شايفها عندك، ولكن هنا زي ما بقول لك انا وحدت البي على العمود وعلى البوليجون وعلى التايب علشان يبقى المنظر سهل جدا ليك طبعا في التنفيذ وفي الرسم وفي كل حاجه. فهسألك كام سؤال كده على